أول خمسة جاوبوا الحلقة اللي فاتت: ساجد وياسين، محمود، نور، أشرف دبور، ميا، واي، إي آر، مش عارف ده اسم ولا إيه. الشيخ بقى محمد أحمد العناني اللي دايما بيكسب معانا. جيت يا رمضان. خلصت يا بابا؟ لسه لسه. يلا يا بابا. حاضر يا ابني. خلاص اصبر. اهم من الشغل تظبيط الشغل. روح هناك. حاضر يا مالك. حاضر يا رمضان. يا ابني اصبر. انتوا في ايه؟ يلا يا بابا. يا ابني اصبر، انتوا مستعجلين على ايه؟ اصبر. ها ايه رايكم؟ جميل قوي يا بابا. ما انا عارف. بصوا بقى، بكره شهر اول يوم رمضان. بكره ايه؟ اول يوم رمضان. انسوا طريقه الصيام بتاعت السنين اللي فاتت. انت انسى موضوع المضمضه في الحمام، وانت انسى موضوع انك تفتح التلاجه تخلص اللي فيها وتقول لي يا لهوي انا نسيت اني صايم. انسوا. وانت هتصوم لحد الظهر ماشي؟ مفيش شرب مية. بالظبط كده. بالنسبة بقى للنوم، مش هتيجوا من المدرسة تنام، اللي عايز ينام ينام بعد الفطار. اتفقنا؟ شكلنا ما اتفقناش. ما غشش. انت لما تغش بص في ورقتك. بقول لك ايه، ما تنزل تجيب لنا جلاطة. انا ودي خد روح. يلا خد سيب دينا عشان ما تضيقش منك. يلا تعمل ايه يا بابا؟ كنت بشوف مالك حلل صح ولا لا. وصلت لفين؟ وصلت للحرف اللي ملوش اهل. ده حرف ايه ده؟ حرف اللام. تحس انه تايه كده واخد جنب لوحده. تايه مش تايه، المهم تنجح وتاخد الشهاده. مالكش دعوه، خش انت ذاكر. سيخ حديد عليه ثلاث شرط عكس بعض. اهو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ وانت بتعمل ايه؟ اتمضمض يا بابا. بتقدم الفيديو ليه؟ ها؟ بتقدمه ليه؟ طب خد دي. عالم اسمه مكون من 10 حروف غير المسافات، وموزع حروف اسمه داخل الفيديو كله من اول فيديو لاخره. واول ما تشوف اول حرفين ما تروحش في تعليقات تكتب اسمه، لانه مش اللي في دماغك. المطلوب منكم اكتبوا اسمه ولقبه واختار ايه. واختار 5 عشوائي من التعليقات يكونوا جاوبوا صح، وهنزل اسمهم وصورتهم الفيديو اللي جاي.